دفعة أخرى من الأطفال العائدين من الموت، عشرات الأطفال الذين سلمتهم القوات السعودية إلى الجانب اليمني تمهيداً لإعادتهم لأهاليهم الذين غادرهم قبل أشهر في مهمة فتح مكة، كما أوهمتهم ميليشيا الحوثي، فلم يعد منهم سوى هؤلاء. هذه الدفعة الثانية من الأطفال الذين أعادتهم قوات الشرعية والتحالف العربي وتضم 52 طفلاً تم أسرهم في مواجهات مع القوات السعودية في الحدود. أطفال لم يتجاوز الكثير منهم 10 من العمر، كما تقول تعابير وجوههم المتعبة والمتفاجئة، لكنهم صاروا في عرف الميليشيا جنودا وقتلة بعد أن استنفدت الميليشيا مخزونها من الرجال في حربها الطويلة. يريدوا أن تكونوا عبيد، السيد هو سيد وإحنا عبيد، ما يكون سيد وإحنا ما في عندنا مال، أخوتنا اليمنيين وأخوتنا. في مأرب كانت قيادة الجيش الوطني تروي لهؤلاء الأطفال القصة الحقيقية للحرب في محاولة لمنعهم من العودة إلى محرقة الموت التي تلقيهم بها ميليشيا لا يوجد لديها ما تخسره، ولكن ماذا عما بعد عودتهم إلى بيوتهم؟ إذا ما عرفنا أن معظم هؤلاء جرى خطفهم وسوقهم إلى جبهات القتال من قبل الميليشيا في المرة السابقة، وهو ما يجعل بعض المراقبين يؤكد أن خطوة مثل هذا ليست سوى إعادة لهؤلاء الأطفال إلى جحيم الميليشيا وحربها.